يحيطوا بينا، اغلى بلد بالعالم احنا. واليوم بدأنا بالاعتصام المفتوح حتى تنفيذ مطالب أبناء الناصرية. خرجنا اليوم للاعتصامات اسوة باقي محافظات فرات الأوسط والجنوب للمطالبة بحقوقنا. طبعا هو شنو الحقوق؟ يعني خلي يشاهدنا العالم الخارجي، خلي يشاهدنا أبسط حقوق الشعب العراقي مهضومة. لا توجد أي حقوق للشعب العراقي. الشعب العراقي الذي انتخبه الحكام والبرلمانيين مجرد الدستور فصلوه على مزاجهم الخاص، ولم يستفاد منه أي شعب من الشعوب في محافظة ذيقار أو في الفرات الأوسط أو في المحافظات الغربية. لماذا هذا الإجحاف بحق الشعب العراقي؟ لا نعرف. لماذا هذه القساوة بحق الشعب العراقي؟ لا توجد أبسط الخدمات تقدم للشعب العراقي. لا حقوق النفط، لا حقوق الخدمات، لا حقوق التعيينات. تعيينات الشباب هاي اللي تخرجها صار لها 7 سنوات 8 سنوات 9، لا توجد أي تعيينات، والشباب ملتحفين على الشوارع يعني ينتظرون من المسؤول المباشر أو الحكومة المركزية تعيينات، ولكن مع الأسف خذلتنا الحكومة المركزية بوعود كاذبة. لذلك أعلننا الخروج على الحكومة هذه الفاسدة إلى حين تلبية كافة طلبات شباب العراق وشباب المحافظات الفرات الأوسط والجنوب ومنها محافظة ذيقار. نحن لا نصدق ولا نؤمن بأن حكومة هنالك تلبي كافة طلبات المحافظات ومنها محافظة ذيقار، ونعلن أمام العالم، خلي شاهدنا العالم، خلي شاهدنا الأمم المتحدة، خلي شاهدنا مجلس الأمن، نحن نطالب بتغيير الدستور. إذا متى ما تغير الدستور سوف يرتاح الشعب العراقي من هذه الويلات. لذلك سوف نكون باليوم الأول والثاني للاعتصامات مفتوحة، مباشرة مفتوحة لحين تلبية كافة المطالب. مع الأسف أقول إلى الدكتور حيدر العبادة، مع الأسف لماذا محافظة ذيقار لا يرسل لها وفد يتفاوض مع من يتفاوض؟ المفروض عليهم أن يتفاوض مع هذه الجموع المتظاهرة، مع هذه الشباب، مع هذه الشيوخ، وليست يتظاهر أو يتفاوض مع من؟ مع محافظة أساسا هي رافضة مبدأ وتواجد محافظة ذيقار. هو كافة الدول اللي المجاورة لديها تدخل في الشأن العراقي. يعني أنا ما أقول لك دولة إيران أو دولة، كل الدول المجاورة لها تدخل في بلدنا هذا العراق الذي كان من أحسن البلدان في الشرق الأوسط، ولكن مع الأسف الحكومة لا تعير أي أهمية لهذه البلد ولهذا الشعب المظلوم. المركزية ما شفنا أي استجابة. يوم الجمعة اللي راحت قلنا لهم أمطار احنا ظاهرنا من 2004 انا بديت بالتظاهرات، واستمرينا بالتظاهرات 4 سنوات الاولى على مجلس المحافظة وعلى المحافظ استاذ صبري الرميض حتى انتهت ولايتهم
لو بحيني ومجلس المحافظة قسم من عندهم جددوا مرة ثانية، لأن يعني شوية القضية دسمة شوية اللي هي سمينها، جددوا مرة ثانية. منين اجوا ذولا؟ طبعا اجونا عن طريق الأحزاب، عن طريق الأحزاب، لأن الحكومة تشكل عن طريق الأحزاب 100% فاشلة. ليش؟ لأن قبل بالحزب بالنظام السابق حزب البعث شاو البصل على روسنا، لكن اكو بي رجال يتفاهمون، من عندك مشكله ومظلوم تروح عليه. يعني الان الاحزاب مالنا اخذوا مثل ما يقول يرشحون من جماعتهم، شو اقول لك، من الاحزاب ذولا المجاهدين الغيره، واحنا هم ناس، هم ناس على غره الله انتخبناهم. الدورة الثانية أيضا هم جددوا مرة ثانية ونفس التظاهرات، بالأخص خادمكم عبد الزهر، بالأخص أنا يعني، وما نتظاهر إحنا بالنسبة للناصرية، ما نتظاهر ما لم نراجع. أراجع وحدي، آخذ جماعة وجهاء منطقة، المجالس المحلية اللي مناطقنا، المخاتير، نقولهم احتياجنا واحدة اثنين ثلاثة، ماكو إذن صاغية. لأنه المسألة أنه هو عنده حاسبة كبيرة وعنده سلفة 4 سنوات وما له غرض، يعني شلون يتعامل ويا المقاول، شو يتعامل ويا المشاريع، هاي همهم. ووصل بنا الحال إلى الدورة الأخيرة، يعني ما قبل هاي الدورة هسه اللي رايحة تجي. طبعا المرجعية كل جمعة تنبه الحكومة بأنه تقصير عندكم للشعب، والشعب جوعان، والشعب أصحاب خير. إحنا عراق، إحنا عراق عمي أهل خير، أغنى بلد، أغنى بلد، ولكن صرنا أفقر شعب نتسول. ها، أولا لا راعوا الدماء اللي سالت من أبنائنا، المسؤولين تراجعهم أو ما تراجعهم هم على حد سواء، ما له غرض بيك. أبناء الشهداء، العفو، ذوي الشهداء من بداية داعش ولحد يومك هذا، طبعا رواتب قسم من عندهم لحد الآن ما كاملة، قطع سكنية لذوي الشهداء ما ينطونهم، حتى إذا انطوا واحد قطعة يطونه في مكانات ثانية بعيدة، أو يطونه في مستنقعات من الماء. أطفالهم سايبة تبيع علاليق، نسائهم حايرة، قسم من عندهم بالإيجار، قسم من عندهم مرضى، قسم من عندهم بالحواسم، ماكو أي مصدر عيشة. أول ما إجوا نزلوا الكمية اللي كانت 14 مادة ينطونها، سووها 5 مواد، واحدة من عندهم البزازين ما الشربة، تتذكرونه، حليب الأطفال، قبل كل شيء ينطون، حتى المعجون، حتى الموس، حتى كوش، 14 مادة. والناس كانت هم الفقراء والله يبيعون نص من عندها، أكثر من نص يعيشون به، لأن يعني كمية خير من الله تجي. مطالبكم شنو هسه اليوم؟ مطالبنا أشكال وأنواع. الآن هسه أول مطلب عندنا أنه إقالة المحافظ. إقالة المحافظ، أنت ما شايف أكو السفن الكبيرة، السفن الكبيرة اللي في البحار هاي يسموا يخلوا لها أنجر، إذا وقفت أكو أنجر مال حديد 3 4 ينزلونهم بالبحر يكض السفينة. هذا المحافظ طبعا لا إجا الرجل إنه بانتخابات، إجا المكان مناسب ولكن هو غير مناسب، جابا والده الشيخ الناصري الله يعافيه وتاج راس هذا البيت. انا اسف انه مرات يقولون بيت الناصري كلهم حرامي، انا اعترض على هالكلام واقول لا لا. بهاي الدوره اللي اجى يحيى الناصري غير منتخب، لا منتخب ولا مؤهل، شوف عيني، واجانا مثل صقر فيلح يجيب حيايه ويذب على اهله، اكبر دليل انه الخصخصه جابها، أكبر دليل الخصخصة جابها. أعني زين، هم إلهم صوت واحد، حزب التضامن إلى صوت واحد بالبرلمان. إحنا نعتب على الشيخ الناصر الأب اللي تاريخه جهاد، عالم كان
الآن يقولون لي الشيخ الناصري الله يمد في عمره وشافيه إن شاء الله، يقولون قايل إنه أنا ابني هذا لا أقدر له ومتبرئ منه وبريء من عنده أنا. زين يا مولاي يا شيخ الناصري يا محمد باقر الناصري تاج راس أنت، هذا مو كلام، عيب هذا الكلام. شنو ما تقدر له؟ من جابه هو؟ جابه المالك وجابه الشيخ الناصري، هم حزب الدعوة جابوه يعني. زين الآن الرجل ما أوفى 4 سنوات، ما أوفى للناس. بال 2016 إجا أمر من وزارة الأسكان، بال 2016 انتبه لي، 2016 إجا أمر من وزارة الأسكان أنه يخصص أراضي لذوي الشهداء في مكانات مميزة. هو يا جاب بالبلدية هذا الابن المدلل شوية وبالخبيزة الحارة عبد الناصر اللي ما خلى بالناصرية شيء، ما خلى بالناصرية شيء، حتى المرأة اللي عندها بسطية بلقى ياخذ عليها ضريبة. يعني التهى المحافظ، التهى بالمنتزه مالته والعقارات وغيره وخلى الناس إيه شيء. احنا بعد عندنا مطالبات وهواي طلبات، عندنا مجلس المحافظة من بعد ما كان هو والمحافظ عداء شديد كاد أن يكون بالسيوف. شوف يعني الآن هسه تحالفوا ومخلينهم قسم مال يمين، إذا ملاحظين جو هناك ها أقسم بالله العظيم وبمذرياه. الله غافل عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الشعب العراقي اليوم يعيش في إبادة، يتعرض لإبادة جماعية بسبب هذه الأحزاب الفاسدة وذيول للدول المجاورة، الهدف منها نيل من كرامة المواطن العراقي. يعني هذا الشعب العراقي العظيم أطفاله تبيع إكلينس، نساء تجد بالتقاطعات، شبابه حسر عليها الربع دينار، ليش؟ لا خدمات، لا تعيين. كانوا يضحكون على ذاك صدام حسين بالحصة التموينية، يطي كم نوع عسى حتى الحصة قطعوها. احنا اليوم خرجنا بعدة مظاهرات دون تحقيق اي مطالب، فلذلك قررنا اعتصامنا وبدأنا اليوم ولله الحمد بالاعتصام حتى تحقيق المطالب، واذا لم تتحقق المطالب سوف يكون هناك عدة خيارات لابناء محافظة ذي قار، ابناء الانتفاضة الشعبانية، ابناء ثورة العشرين، من هنا انطلقت الثورات، ابناء الحضارة السومرية، سوف يكون لهم عدة خيارات بهمة هذه الشباب والشيبة هذه المباركة وشيوخ العشائر وشيوخ الدين حتى تحقيق مطالبتنا وأخذها من هؤلاء السراق اللي إجوا نقمة على العراق باسم الدين وباسم التدين وباسم المدنية وباقوا العراق. وهاي تالية العراق، وصلنا إلى مرحلة إلى مستقبل مجهول، ما تعرف وين إحنا متجهين. حتى الطفل اللي يصير ما تعرف مستقبله شنو بسبب هؤلاء الحرامية. اعتصام اعتصام داعي بحقك اعتصام
بدأ الاعتصام من هذا اليوم مستمرين. اسمعنا العبادي، تسمعنا الحكومة، كلكم فاسدين، ما قدمتوا شيء للبلد، والموجودين هم بالمحافظات الرؤساء كلهم مدراء كلهم فاسدين، محافظين ورؤساء كلهم فاسدين. احنا هذا العصر وهذا الوضع صار عندنا علم، علم الشعب فتح عينه يابا، يابا سيد العبادي، الشعب صار واعي، شعب صار واعي، وانت جاي شنو؟ جاي تخرف، انت جاي تخرف، جاي تكذب على الشعب، انت تقول اخضع الفاسدين والفاسدين الموجودين يمك، قاعد عديله مننا وبالكهرباء مننا، انت الاصل مالهم، انت الهرم مالهم، فاسد، انت ما خدمت الشعب، دمرت الشعب، يا معود دمرت الشعب، عوف الكرسي، اللي ما يقدر لا يعوف الكرسي، اكو احسن من عندك، اكو كفاءات، اكو مهندسين، اكو اطباء، قاعدين بالبيوت احنا نجيبهم، انتم ما دمرتوا البلد الا انتم، دمرتونا، لك العراق سيد العبادي، العراق العراق يروح يتقرض من الدول، هو العراق ابو البترودولار، ليش؟ سويتوا بينا اغلى بلد بالعالم احنا، دمرتونا. وخلي بالك تقولون هاي الاعتصامات وهاي المظاهرات تجي بها من الخارج، صحيح هاي من عندكم، انتم متعاونين وين الخارج؟ كل الدول تعاونوا وياها، تحويل فلوس عقارات، كلكم سويتوا بينا، سويتوا بينا العبادي، والله العظيم دمرتونا، وما نتراجع وما نتراجع وما نتراجع، وهاي خليها ترتيب بذانك يا سيدي العبادي، صامدين اعتصامات واكل وشرب وعايشين وانت فاسد يا اخي، عوفه عوفه البلد، عوفه للبلد، عوفه انت والنواب مالاتك، والله العظيم راح تصير ناصريه من نار الكوفه وانتم عليكم للخضراء يا حراميه، انتهت المده مالتكم، انسحبوا كافي، دمرتوا البلد، لك قصور ومليارات ودولارات خارج البلد، وهذا الشعب تعبان، ليش سويتوا بينا؟ بس احنا مستمرين، ما نسحب، تحت اقلون وسجنون، ما نتراجع مهما يكون، هاي لك يا العبادي نصان. الناصرية سلمت إلى هرم الدولة إلى العبادي شخصيا 45 ملف فساد بيد الشيخ عبد الزهراء طب الطاهية، وقلنا له بالحرف الواحد، قلنا له الناصرية منكوبة من بنى تحتية، منكوبة من عاطلين خريجين، إلى وصلت إلى مرحلة يترأس هيئة الفساد بالمحافظة هم أساسه، وقلنا وردنا من عدة أن يتحرك بجدية. اليوم 15 يوم كل مطلب ماكو، 33 مطلب، أي مطلب ما تنفذ، واليوم بدأنا بالاعتصام المفتوح حتى تنفيذ مطالب أبناء الناصرية. بدأ اعتصامنا في محافظة ذي قار في وسط الناصرية من أمام مبنى محافظة ذي قار، ونطالب بتعديل الدستور، ونطالب بتغيير المحاصصة، ونطالب بإلغاء مجلس النواب، ولأنه يستهلك الموازنة العامة، وإلغاء مجالس المحافظات لأنها تستنفذ من طاقات الممتلكات العامة للدولة، لأن مجالس المحافظات والبرلمان هم تابعين إلى الدول الجوار ويأخذون أوامرهم من الدول الجوار وليس من العراق. نريد حل مشاكلنا في داخل العراق وليس في خارج العراق، وكذلك خرجنا لهذا اليوم للمطالبة بإلغاء المحاصصة الطائفية وتعديل الدستور ضمانا لمجتمعنا الذي قاري وللعراق عامة. التدخل لدول الجوار والدول المهيمنة كأمريكا وإيران والسعودية قد أثرت تأثيرا سلبيا على مجريات الأحداث في العراق الحبيب. هؤلاء الدول كانوا سدا منيعا لكل ما هو طيب
من قانون مكافحة الفساد، من قانون مكافحة المفسدين، فكانوا لهم حقيقة هم صدا منيعا، وكانوا لهم يعني الحائط المتين التي يستنودون إليه كل فاسد ومفسد من عراقنا. مثل ما تعرفون كانت هنالك مطالب عديدة للمتظاهرين تمثلت بأكثر من 33 مطلب، لكن للأسف وجدنا تسويف وتضليل من قبل الحكومة المركزية والحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي. لذلك نطالب من السادة المسؤولين إن كانوا سادة كما نقول لهم أن يعوا صعوبة الموقف وخطورته ويحتضنوا أبناء الشعب ويقوم بتوفير كافة مطالب المتظاهرين سواء في محافظة ذي قار أو المحافظات الأخرى المنتفضة. الشعب بات في فورة وغليان من أجل المطالبة بحقوقه، لذلك عملية تجاهلهم هي عملية مقصودة من قبل الأحزاب الحاكمة في السلطة. مثل ما نعلم ونرى أن هنالك مجموعة حكومات في حكومة واحدة وهي جمهورية العراق، متمثلة كل حكومة بحزب معين تعمل على مصالحها الخاصة، ضاربين بذلك المواطن عرض الحائط. لذلك ندعو دعوة أن تكون صادقة من قبل بعض المسؤولين مثل ما قدموا الاعتذار أن يقدموا الحقوق إلى الشعب العراقي. هذه الساحة المباركة ساحة الاعتصام في قلب مدينة الناصرية، نناشد الحكومة المركزية أن تلبي طلبات المتظاهرين، طلبات مدينة الناصرية الشرفاء، أن تلبي احتياجاتهم. ومن هذا المكان نحن نستمر في الاعتصام إلى ما لا نهاية، إلى أن تحقيق المطالب الشرفاء من أبناء الناصرية. ونرجوهم وندعوهم أن يلبوا طلبات، يعني لا يصير شيء لا يحمد عقباه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أبناء محافظة ذي قار من شيوخها وشبابها خرجنا اليوم معتصمين بعد أن عجزت الحكومة العراقية بتنفيذ المطالب المشروعة للمواطنين العزل. بصورة عامة مطالبنا مختلفة ولكنها ليست صعبة، الحكومة العراقية تستطيع أن تنفذها خلال مدة أقصاها أسبوع. يعني مطالب خاصة ومطالب عامة، المطالب العامة تتمثل بالأداء التشريعي والأداء الرقابي اللي يتمثل بالحكومة العراقية والبرلمان العراقي. هناك 33 مطلب قدم إلى الحكومة الاتحادية عن طريق وفد زجة به إلى بغداد لكي يصل بآراء الشارع الذيقاري إلى بغداد. الحكومة لغاية اليوم تعجزت عن تنفيذ جميع المطالب، 33 مطلب لم ينفذ ولا مطلب واحد لم ينفذ. العبادي بنفسه أرسل عدة وفود للتفاوض وفتح عدة قنوات مع أبناء محافظة ذي قار ونخبة من القيادين المتمثلين بدور القيادة والتنسيقية الموجودة داخل هذه التظاهرات. قالوا لهم لخصوا هذه النقاط بعدة مطالب: لا تذهبوا بعيدا، لا تطلبوا من الحكومة عدة مطالب، لخصوها بمطلبين أو ثلاثة عاجلة تستطيع أن تسد هذا الفوران الموجود في الشارع. وحتى هذه الثلاث مطالب لم تنفذها الحكومة المحلية. خرجنا بعدة مطالب نحن أبناء ذي قار. المطلب الأول أقالة المحافظ وأقالة رئيس مجلس المحافظة، أي الحكومة التشريعية والحكومة التنفيذية، وذلك لأنهما هرم الفساد الموجود داخل المحافظة. ومن ثم طالبنا بنقطة جوهرية مهمة وهي أقالة جميع المدراء الموجودين داخل المحافظة، جميع المدراء الموجودين داخل المحافظة. وقدمنا مقترح، نحن المتظاهرين قدمنا، الآن معتصمين، كنا متظاهرين أصبحنا معتصمين، قدمنا مطالب مهمة
وهي الزج بالنقابات الموجودة داخل المحافظة والعمل على الزج بالنقابات الموجودة داخل المحافظة والعمل على تقديم مقترح مهم، وهو انتخاب 3 أشخاص موجودين داخل كل نقابة، كأن تكون نقابة الأطباء ونقابة المهندسين. فنقابة الأطباء تقدم على الترشيح ل3 أشخاص موجودين يتم اختيارهم ليقدموا إلى داخل مجلس المحافظة ليتم التصويت على شخص واحد منهم، وبهذه الحالة نضمن أن هناك عدالة وهناك مهنية بتسنم المنصب الموجود داخل مجلس المحافظة. وأخيرا أطلت بالكلام، وأخيرا فإن مطالبنا نحن الخريجين بالزج بنا داخل اللجان التي ستشكل من أجل تمثيلنا داخل التعيينات ومن أجل تمثيلنا داخل النقاط الجوهرية المتمثلة بالحكومة المحلية والحكومة المركزية. تعشينا فلافي الحمد لله والشكر، ما عندنا دعم خارجي. فلا كفتريه. ايه الحمد لله والشكر. ومستمرين اعتصاماتنا. مستمرين اعتصامنا ان شاء الله الى ان تتحقق مطالبنا. اليوم الثاني من ابناء ذي قار من شيوخها ومشايخها ووجهها وشبابها معتصمين لليوم الثاني، وما زلنا معتصمين والاعتصام مفتوح. المطالب متعددة، ولكن بصورة عامة صرنا واعين يعني، ولعبتهم والسياسيين لعبتهم القذرة عارفينها كل بصورة جيدة، يعني نعرف كل ألاعيبهم وأساليبهم القذرة. فإحنا اليوم أهم مطلب عندنا هو تعديل الدستور وتغيير الدستور وإضافة القوانين التي تخدم الشعب، لا القوانين اللي تخدم أحزابهم وأجنداتهم. اثنين، نطالب النزاهة والجهات الرقابية بصورة عامة ما جاي تعمل، لأن هم هذا الفساد الموجود ماكو أي رقابة إليه، من نزاهة من ديوان رقابة مالية، حتى القضاء عندنا مو مستقل، فهم سيسوا كل الأمور لصالحهم والأجنداتهم حتى إلى أن مزقوا هذا العراق وعانى ما عانى من ويلات. والمشاكل عند العراقيين كثيرة، الطول عند العراقيين يعني ما توقف بس عند التعيينات، ولا توقف بس على الكهرباء، ولا توقف بس على الماء، هو تغيير شامل وجذري. العملية السياسية بأرمتها يعني عملية سياسية فاشلة خلال 15 سنة ما قدرت تنجح ولو بشيء بسيط، يعني ما قدرت تنجح بقطاع الزراعة، لا قدرت تنجح بقطاع الصناعة، لا قدرت تنجح بالخدمات، حتى الملف الأمني يمكن آخر ما تبقى، والحد الآن هم مو 100% قدروا أن يحققوا الملف الأمني، وهذا بفضل حتى إن حققه هو بفضل المرجعية وبفضل أبناء العراق الغيارة اللي سمعوا للمرجعية وهبوا لهذا النداء. فإحنا إذا ما يتم تغيير النظام بصورة عامة، لأن هؤلاء قذرون غير صاحبين كلمة واضحة، بس مماطلات وزيف ووعد وكذب على هذا الشعب. أنا من ساحة الاعتصام محافظة ذي قار مدينة الناصرية. اليوم أريد أطرح موضوع، الموضوع يمكن أن يكون خافي عن الكثيرين. الشركات النفطية العاملة بحقول الغراف بها 3000 من العمالة الأجنبية، في حين نسبة البطالة بالناصرية تعدت 40%. العاملين بالحقول النفطية من جنسيات البنغاليين أو الصينيين أو غيرهم، وأبناء الناصرية محرومين من عدها، والعاملين بالحقول بيها من أهل الناصرية فقط من أقرباء المسؤولين وأولادهم وأقاربهم وأنسابهم. زين، هذا الاستغفال ليش؟ كل الشركات العالمية تعمل البلدان مفروضة نسبة العمالة من أبناء البلد 80 في كل شركات العالم قانون عالمي، و20 لشركة جيفون فنيين. حتى الفنيين والكوادر الإدارية والهندسية محرومين من عدها أبناء الناصرية وأجوا من غير محافظات، بإضافة شرط مجحف وهو على العامل بهذه الشركات يجب أن يكون يجيد اللغة الإنجليزية، وهذا ما موجود. البلد يعامل بلغته، والشركة مجبرة أن تجيب مترجمين حتى تعاملوا أهل البلد. فأعتقد هذه
الفقرة، يجب أن حكومة الناصرية المحلية إذا كانت ماخذة حصتها من الشركات النفطية خلي تراجع أمورها، والاعتصام مستمر وإن شاء الله حقوقهم يأخذوها كلها كاملة. بالنسبة لموضوعنا، إحنا المفصولين والممسوخ عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية. المادة 50 بقانون موازنة سنة 2018 تنص على أنه على رئيس الوزراء إرجاع 50,000 درجة وظيفية لوزارة الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب من فائض عائدات واردات النفط. والعفو برميل النفط قرروه على 46 دولار، والآن برميل النفط عبر 70. والبارحة قبل كم يوم طلعت السيدة ماجدة التميمي قالت عندنا فائض بحدود 6 مليار دولار. وما نعرف يعني شنو سبب التأخير وسبب المماطلة من قبل رئيس الوزراء على عدم إرجاعنا. نتمنى من الجهات المختصة أن تسمع صوتنا، إحنا أكثرتنا أصحاب عوائل، وكبينا ناس جرحى، وكبينا إحنا أكثرتنا أصحاب خدمة، بينا خدمت 8 سنين وخدمت 10 سنين، وقاتلنا بجميع المناطق الصعبة، وكبينا ناس راحت على الحشد الشعبي، ونتمنى يوصل صوتنا، ووجه رسالة هو السيد حيدر العبادي لإرجاعنا، وكفى مماطلة، وهو قال بالحملة الانتخابية مالته بمحافظة نينوى، قال المفصولين بأعيننا. المفصولين بأعيننا، ما نعرف يعني لمتى بيا يوم بيا ساعة. أول شيء نجيها واحدة واحدة. أول المتظاهرين أول ما طلعوا بداية وادي المخبوصة وانكتلة ثلاثة أرباعهم، ثلاثة أرباع جماعتنا انكتلوا، وأنا مرتي اعتزوني باستخبارات وهاي ثلاثة خياطات بسبب هذا العلم، لأن شايلة وخاذية الدم مالي، مرتي محجوز باستخبارات وعليها هسه تهديد، ولحد الآن ما موقع بأنه تعهد بأنه ما أطلع مظاهرة، لأن إذا وقع تعهد على أقل شيء أنا قبل أنقض أربع أرهاب. هاي وحدة. اثنين، أنا عايش شنو طالع؟ أبوي ذاك يا طب هسه الرجال طايح ورجال طاعده، وذاك يوم بالقلب هو نايم على مود مظاهرات، ورمانة صوتية طاحت على رجله وانكسرت رجله كلالة فوق الشهرين، هو بالمستشفيات. ليش؟ رجال معلم 30 سنة، 30 سنة معلم يدرس لحد الآن، لا قطعة لا زيادة بالراتب، لا كل شيء ماكو. يجي للبرلماني صار له 3 سنين 14 يوم ما صار له، ما ادري 5 أيام تو طب تعال بويه قطع وتقاعد ليش بويه؟ ليش؟ احنا كل احنا 13 مدري 14000 تالاف نفر احنا قاعدين بشقة، حتى من ايد ابدل اعصب اخواني. صدق كذي وين احنا؟ معلم هو اللي رب الاجيال. لا تخص انا رجال خريجه، حاجيك خريج محل جاي اكمل هسه طالب كليه علوم قران كربله، ما يصير هذا الحكي. لا خصاص لا شيء، على الباطل على الباطل. وقلت لك ناصريتك جسر للناس، ريتك ناصريتك. اذا ما صار مطلبنا على الخضراء نيتنا بالعباس نهدمها، وروس الباقة تعدمها، ما هماني انت منين كافر كنت عندك دين. انا العلمان حسين اعرف شلون ارد الدين، اودي لك زلم من ناصريتك على الخضراء يطبقون الوطية. سلام تلعبين والله يسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن معتصمين وإن شاء الله مستمرين بالاعتصامات إذا ما تتنفذ مطالبنا وخطواتنا بالتصعيد إن شاء الله بالتصعيد. أولاً طالب بنظام رئاسي وإلغاء البرلمان والمجالس المحافظات، لأن هذا إني حلقات زائدة ما بين أي منفعة، لا منفعة ولا تحويل أموال للبنى التحتية وللمشاريع وأي فائدة ما بين. وثاني شيء طالب تعديل الدستور وتغيير النظام، أما اللي رأي الشخصي، أما التعيينات والخدمات والكهرباء وغيرها، هذا شيء ثانوي. لازم يتعدل النظام، نتخلص من المحاصصة لازم يتعدل النظام، تعديل الدستور. وذن يجن من الأساس، من النظام يجن من الدستور، يجن من تعديل النظام، ولازم نتخلص من المحاصصة. وسبب دمار حسبنا الله ونعم الوكيل، سبب دمار البلد الأحزاب، أحزاب المحاصصة اللي جابتهم أمريكا وإيران على الدبابات، اللي جوا على متن الدبابات الأمريكية، سبب دمار البلد، سبب دمار الزراعة والصناعة اللي جوا على متن الدبابات الأمريكية، سبب دمار البلد، دمروا الصناعة، دمروا الزراعة على صالح الدول، صالح إيران وصالح غير هالدول. فشلت الحكومة في إقرار الإصلاحات ومكافحة الفساد والفقر والبطالة وتقديم الخدمات الضرورية وعزها من توفير الأمن للمواطن، هو السبب آراء المساد. إن مشكلة الكهرباء في العراق تتحملها الدولة والمواطن بتقصير الدولة،
أولا أن إنشاء المشاريع والمحطات لا تتناسب مع التطور السكاني وحاجة المواطن الكهرباء. ثانيا يجب على الدولة أن تضع قيود وقوانين على استيراد المواد الكهربائية، وذلك يمنع استيراد المصابيح. هناك كثير من المحافظات منهم محافظة ذيقار نطلع تظاهرات نلغي هذا القرار الخصخصة، وذلك لأن هذا القرار لا قرار لأنها محافظة فقيرة، إذا نرفي هذا القرار الجائر. خامسا هناك مشكلة الفساد في دوائر وزارة الكهرباء، وهي مشكلة رئيسية، وأن الوزير لا يستطيع أن يحاسب الفاسد لأن الفاسد حزب وكتل كبيرة، إذا فلا يتحسن الكهرباء ما دامت هذه الأمور. اليوم نطالب تظاهرات، نريد ضرورية، نريد حكومة قادرة على تكوين الخطوة الأولى للإصلاح، وذلك بالضغط على الأحزاب للتخلي عن المكاسب الضيقة، وجعل العراق هو الخيمة الوحيدة التي تحوي جميع العراق. وإذا تكونت هذه الخطوة فسوف يكون الحجر الأساسي البناء الشامل في كل وزارات الدولة. يا ناس 15 سنة ما طبقت قانون، الكلمات اللي نسمعها رئيس الوزراء حيدر عبادي يقول الفاسد السارق أموال الدولة أقوى من الداعش. زين أخواني، من هو الفاسد؟ أنا رعاية اجتماعية، لو بالتقاعد، لو الشرطة اللي بالشارع اللي مطلع على رأي، من هو الفاسد؟ لأن الأمور قد تخرج مظاهرات سلميا إلى أمور قد تؤدي خراب العمليات السياسية، ونحن نضم أيدينا مع الخيرين ونقول له لا تتراجع محاسبة الفاسدين ولا تعطيهم فرصة لينهبوا خيرات العراق العظيم. الله أكبر، الله أكبر. يا متحد محمود، يا رئيس الوزراء السابق والحالي وبرلمان ووزراء ومحافظات، والله العظيم كلكم فاسدون. أنتم بعت العراق واشتريت عروش، أنتم دمرت العراق، أنتم دمرت العراق. يا معاهدة الأمن المشتركة بين أمريكا والعراق مجعل العراق لا يستطيع أن يبقى شيء إلا موافقة أمريكا، وخساكم. إما البرلمان فهو عبارة عن أحزاب مختلفة تتصارع بينهما من أجل مصلحة الحزب وليس مصلحة الوطن. عاش العراق وعاش الثوار، فليخسوا. مدينة الناصرية، الناشط المدني بدر السعيدي، أقول المن أنتخب، المن أنتخب والشعب جوعان، أنا جوعان أنتخب علي من؟ في مالله. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. استمرارا للتظاهرات الجماهيرية الكبرى التي قام بها مجاهدي محافظة ذيقار بأغضيتها ونواحيها وقصباتها، وعدم تلبية مطالب هذه الجماهير من قبل الفاسدين الذين يحكمون هذه المحافظة التي أعطت أكثر الشهداء في الحشد الشعبي وفي القوات الأمنية دفاعاً عن البلد. فقط اعتصم أبناء هذه المحافظة من يوم أمس واليوم الثاني على التوالي، وسيستمر الاعتصام إلى حين تحقيق مطالبهم. أما من ناحية تدخلات المسؤول الفاسد في الاعتصام، بدلاً من أن يأتي ممثل عن الفاسدين لغرض الاطلاع على مطالب المعتصمين، فقد قام بعض أفراد القوات الأمنية باستفزاز المعتصمين صباح هذا اليوم لغرض تخريب الاعتصام ولغرض الإساءة للاعتصام والقائمين على الاعتصام. إن ما يقوم به أبناء الناصرية لهو كما أعتبره أنا دفاع عن النفس، لأن الناصرية بلغت نسبة البطالة فيها أكثر من 40%، ولا توجد فيها خدمات، ولا توجد فيها تعيينات، ولا توجد فيها بنى تحتية، وأغلب المشاريع التي تم صرف موازناتها في السنوات السابقة تعتبر من المشاريع المتلكئة.
كل ذلك أدى إلى اعتصام هذه الجماهير ومطالبتها بمطالب قد ترتقي إلى إيقاف عمل مجلس المحافظة المنتهية ولايته منذ أكثر من سنة ونص، وكذلك إقالة محافظ ذي قار وإحالته إلى القضاء، وإحالة كافة مدراء الدوائر الذين عليهم ملفات فساد من قبل لجنة النزاهة وهيئة النزاهة، وكافة الأشخاص الفاسدين في هذه المحافظة يجب أن ينالوا جزاءهم العادل. إن جماهيرنا المعتصمة الآن اعتصامها سلمي وسيبقى سلمي، ونستنكر كل فعل يقوم به القوات الأمنية أو ما يسمون نفسهم المندسين تجاه المعتصمين لغرض استفزازهم ولغرض تقويض ما قام به أبناء الناصرية الغيارة. ومن هنا أدعو كافة الأخوة أبناء محافظتنا الفيحاء لمساعدة والوقوف بجانب المعتصمين، لأن المعتصمين لا يمثلون أنفسهم ولا يمثلون أجندات خارجية أو أجنبية كما ادعى محافظ ذي قار بأن المعتصمين والمتظاهرين مدفوعي الثمن من جهات أجنبية. أنا أدعو كافة أخواني أصحاب المواكب الحسينية لدعم المعتصمين لوجستيا، وكذلك أبناء محافظة ذي قار النجباء بدعم ورفع معنويات المعتصمين لغرض الاستمرار بالاعتصام إلى أن ننال حقوقنا المشروعة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا من ساحة الاعتصامات موجودة الشيوخ ورجال الدين وأبناء الناصرية. احنا موجودين هنا من تنحل طلبات المتظاهرين، ينفذون طلبات المتظاهرين، طلبات أبناء الناصرية ينفذونها، ومحاسبة الفاسدين. ما نروح منا المعتصمين احنا، واحنا ننتظر لأن بطلنا حتى ما نناشد الحكومة، لأن ما صرنا عم نناشد للمرجعية، تخلصنا من هاي الحكومة الفاسدة. وإحنا اليوم هنا أبناء الناصرية موجودين كلهم، وشيوخ الناصرية موجودين كلهم، ورجال الدين. إحنا نطالب بتنفيذ طلبات المتظاهرين أبناء الناصرية. من كان يعول أن المظاهرات كانت تسويفية فهو واهم. اليوم المظاهرات أصبحت اعتصامات، وبعد الاعتصامات سوف يكون هناك عصيان مدني. اليوم الأجواء ما شاء الله، ونشوف الشباب مرتاحين، ناس كبار السن قاعد يصلي، الشباب هنا ماخذ أجواءها نرجيلة وخدمات ودرجة أولى، عندنا مرجحة وعندنا زحليقية والأمور ماشية نحو الأمور الصح. إحنا اليوم أول يوم للاعتصام، صدقوني وكونوا على بينة، احنا هنا دورنا اليوم منسقين المظاهرات. راح تكون الايام المقبلة هي دعوة لجميع اطياف العراق. يعني احنا اليوم اجتنا اتصالات من بقية المحافظات وعولوا على الناشط المدني السيد جاسم الموسوي، جاء اتصال هاتفي من محافظات الجنوبية والفرات الاوسط، حتى من بغداد اتصلوا على السيد جاسم الموسوي، قالوا نجي نعتصم وياكم ونازركم، والسيد رفض هذا، مو بغية وسائل للإعلام لو فشي، لا يشهد الله، الرجل لا محتاج ولا فشي. كل من عول عليهم السيد قال لهم كل من مكانه، كل من يمثل اليوم محافظته، ومطالبنا نطالب الخدمات هم ما اريد يا عمي. احنا نريد الغاء العملية السياسية. هسه انتم عايفيننا وملتهين بتشكيل الحكومة، الحكومة ايش راح توصل لكم هسه؟ انتم يا الأحزاب هاي، التفتوا لهاي العالم، خلي يجينا مسؤول ويقول عمي صح، انتم لكم مطالب مشروعه، بس انتم مطالبكم الحكومه هسه عجز عنها، حتى نعرف احنا اكو طرف يطلب من عندك هذا الشيء. احنا خلينا يبدون مثل مبادره هادي العامري، مو عيب على شخص اذا يرخص نفسه من عندهم ويقول انا اول المقصري. يا اخي اليوم العالم عفت عن هادي العامري، قالوا شخص قرب غلط، هو مو عيب اذا شخص يرخص نفسه يا اخوان، مو عيب، عيب احنا نسولف عليكم. تدرون انا امي لا اقرا ولا اكتب، وهذا منطقي وياكم، بس انتم هل يا ترى تستجابون؟ لا والله عمي على الاسف
اسمعت له ولا ناديت حيا ولا حياه لمن تنادي. مخاف يغيرون السيد؟ لا غير السيد يغيرونه وياهم. لا سيد يغيرون الامام مو السيد. ها. حتى المرجعيه من يغيرونه. بعد ما حد يبلط لنا الشارع. ماكو. ما نخلي واحد، ما نخلي قوي. والله العظيم. قلت لحدها والله. يا بشبيك. اليوم سلام باكر بشبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ابناء محافظه ذيقار خرجوا للاعتصام. لان ارد احكي بالعاميه عوف الفصحى وعوف الكل شيء، لان احنا ولد شباب الناصريه تذينا حيل وتعبنا وملينا. يعني انا صار لي 7 سنوات عقد بمركز الاسنان التخصصي اجري يوم استلم 90,000 دينار. يجينا كتاب حضروا الاوامر الاداريه مالتكم على مود ان نثبتكم وهذا، بعدين يجي كتاب ثاني لا الكتاب ما مشمول لكم، بعدين يجينا كتاب زياده رواتبكم 350,000 دينار، وصار لهذا الكتاب صار له سنتين ولحد الان ما ماشيين به ولحد الان نستلم 90,000. ملينا الله وكيلكم تعبنا وملينا. احنا هسه الناصريه ونظمنا لجان، وهاي اللجان مختصة بنقابة الأطباء الأسنان ونقابة الصيادلة ونقابة المحامين والفرقة الشعبية والمواكب الحسينية حتى تكون المظاهرة مظاهرة سلمية، ويكون اللي قادة مسؤولين وقادة معروفين على وجهاء محافظة اللي هم يتبنون المظاهرة خالية من اللي 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 قالوا المظاهرات واللي الاعتصامات بها مندسين وبها. لا احنا قتلنا على هذا الشيء بحضور الابطال اللي نقابه الاطباء ونقابه الاسنان اللي لهم فضل كبير، ونقابه المحامين ونظامات المجتمع المدني اللي لهم فضل، وهذا مو فضل وانما هذا واجبهم ان ينزلون للشارع ويشوفون هاي الشباب اللي عاطله، الشباب اللي تعبانه، اللي حصر عليهم الحلاق. الله وكيلكم محمد كفيلكم. فتاذينا وملينا ونريد يعني حل من المسؤولين، ونريد حل يعني يكون باسرع وقت. كافي تخدير تخدرون بينا واذيتونا بوعودكم الكاذبه. ما يصير والله العظيم ما يصير، كافي يعني هذا الحكي. انا طلعت والناس كلها طلعت، يعني تحكي واحد ما عنده ذره حي انه انا اشوف المقابل يحكي عليه ويسبيه. يعني لا متى انا اظل استمع للعالم بسببهم وبغلطهم؟ يا اخي طلعوا، يا اخي اذا انتم مو اكفاء ومو قتل طلعوا، خلي الناس اكفاء واكو قيادات واصله ومعروفه تتخذ مكانكم، لان انتم ما لكم كل رحمه وما عندكم كل ذره. استحوا شويه وخلي العالم هاي اللي اذا انتم ما تقدرون خلي ناس اكفاء هم يقدرون. الرحمن الرحيم. خرج أبناء محافظة ذيقار بشيوخها وشبابها وأطفالها للمطالبة بإقالة الفاسدين والقضاء على المحاصصة الحزبية التي باتت تنخر في جسد الناصرية. هناك أحزاب متسلطة من قبل المحافظ وأعضاء مجلس المحافظة لتقسيم الكعكة فيما بينهم، ولكن وكأنه لا يوجد هناك شعب في الناصرية ولا شباب خريجين وعاطلين عن العمل، وهناك ناس تعبانين، وعندنا ناس عندنا ناس كسبه، وعندنا اصحاب بسطيات، ناس بسطاء ما عندهم اي شيء يعيشون عليه. زين، فنطالب باقاله الفاسدين والقضاء على المحاصصه الحزبيه والفئويه، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شباب محافظة ذيقار قضاء الناصرية خرجنا اليوم في اعتصامات مفتوحة. الغرض منها تغيير هذا الواقع المأساوي اللي يعيشه المجتمع بصورة عامة وخصوصا فئة الشباب بصورة خاصة. نطالب بأبسط الحقوق وهي متطلبات الحياة اللي لازم الحكومة العراقية توفرها لهذا الشعب، ما يشمله من ماء وكهرباء، إيجاد فرص عمل للخريجين العاطلين، إلغاء العمالة الأجنبية. يعني العمالة الأجنبية اللي وصلت بالحقول النفطية مئات الآلاف، أما الشباب العاطلين من أبناء المحافظة وخاصة الناصرية الكل يعرف أنه هي محافظة نفطية، فالمفروض تلتفت لهاي الشباب. يعني المهندسين، نقابة المهندسين بها فوق 2000 مهندس أو مهندسة عاطلة، يعني لماذا؟ هاي نقطة تعجب كلش كبيرة. وهناك يعني أيضا وصمة عار في وجه المحافظة، وإلا أن الحقول النفطية خاصة حقل الغراف النفطي، حقل الرميلة، يعني تعج بالحقل الصبة أيضا تعج بال
العمالة الأجنبية والكوادر الأجنبية وابن المحافظة المهندس اللي متخرج من هاي الجامعة، وخصوصا الكل تعرف انه جامعة دراستها صعبة بذي قار والوضع مأساوي، لا فرص عمل، حتى التجارة أصبحت مو بذاك المستوى، وإذا تجد أن الحكومة عاجزة عن إيجاد فرص العمل لهذه الشباب، نطالب الحكومة بتغيير الحال وإن شاء الله يكون الوضع أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. من ساحة الاعتصام في مدينة الناصرية نعلن استمراريتنا بالاعتصام إلى تنفيذ مطالبنا إلى الأخير إن شاء الله.